السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مي حمد عبد اللطيف، معلم أول علوم مدرسة الشهيد سيف محمد إسماعيل، محافظة الوادي الجديد. النهاردة هنكمل مع بعض مادة العلوم من الصف الثاني الإعدادي. الحصة اللي فاتت أخدنا يا ولاد اللي بنتكلم فيها عن الحركة الاهتزازية، وكنا بنتكلمنا عن ساعة الاهتزازة والاهتزازة الكاملة. النهاردة هنتكلم بقى عن الإيه، نكمل الدرس بتاعنا. بس قبل ما نكمل الدرس بتاعنا كنت مدياكم واجب، فعايزين نراجعه مع بعضينا. لو قلنا الواجب المنزلي بتاع المرة اللي فاتت، وكنت لكم الصورة دي وقلت لكم هنا كم موجة. عايز اشوفكم كده جاوبتوا وعملتوا ايه، يبقى مرنا في الايه في الدردشة بتاعتنا ونشوف كده عملتوا ايه بالظبط. لو جينا عملناها مع بعضينا هنا واقول لك عدد الموجات، ادي واحد، بصوا انا بعمل ايه في المؤشر اهو، بص كده واحد، يبقى كده ايه اول موجة. نكمل اتنين، هعملها لكم برضه بالالوان اهي اهي كده، دي عملت شوية، بص كده نعملها لكم برضو هنا عشان تبان بالقلم اهو. ادي بقى اتنين، شايفين اتنين، ونقف هنا ناخد الموجة التالتة، لسه ناخد لون تاني. كام دي كده؟ تلات. يبقى كده كام موجة يا ولاد؟ تلات أمواج. يبقى هنا ما يجي يسألك نقول كام موجة، اللي هو قلت تلات إيه أمواج. الموجة الكاملة الواحدة بتبدأ من ألف، أدي ألف، حتى كام نشوفها؟ ألف عدت على ب، عدت على ج، ها دال، ايوه ه، برافو عليكم. عندي مين؟ عندي هي. طب نون الى كام بتمثل نصف موجه؟ ادي من نون الى كام نصف موجه، نون الى كام؟ الى صاد، هتمثل ايه؟ نصف موجه. في سؤال تاني بيقول لك اكتب المصطلح العلمي وحده قياس ساعه الاهتزاز، ها اخدناها احنا. ساعه الاهتزاز بتخص بوحده ايه؟ ايوه المتر، تمام. حركة دورية يصنعها الجسم المتزن ده يمر بنقطة معينة مرتين متتاليتين، قلنا ساعتها ايه اسمها مرتين متتاليتين؟ اسمها الايه؟ الاهتزازة الكاملة. الاهتزازة الايه؟ الكاملة. اهتزازة الكاملة. ده كان الواجب بتاعنا بتاع المرة اللي فاتت، ده كان الواجب بتاعنا. هناخد دلوقتي مع بعض بقية الايه الشرح بتاعنا. هناخد النهاردة وهنكمل التردد، كمل الايه التردد. ايه هو التردد؟ طب دايما التردد بنشوفه احنا في الموبايلات، في الشواحن بتاعت الموبايل، في مكتوب من ورا كده حاجه اسمها فريكوينسي وجنبيها اتش زد. الفريكوينسي اتش زد دي اللي هو التردد، يعني بيقاوم قد كام. التردد ده مهم جدا، عباره عن ايه؟ عدد الاهتزازات الكامله، عدد الاهتزازات الكامله اللي بيحدثها الجسم المهتز في الثانيه، عدد الاهتزازات الكامله اللي بيحدثها الجسم المهتز في الثانيه الايه؟ الواحده. ودي لها قانون بين المسائل الرياضيه، بيقول لك التردد بيساوي ايه؟ ها وفي رمز ليه، التردد له حرف اسمه ت، الاختصار بتاعه شو اسمه؟ التردد. يبقى الاختصار بتاعه ايه؟ حرف التاء، بيساوي عدد الاهتزازات الكامله على الزمن بالايه؟ بالثانيه. وده قانون مهم جدا. وفاكرين موضوع المثلث ده؟ لو احنا عايزين نحل التردد كنا بنخبي بايدينا هنا، وكنا نقول هنا نخبي هنا نعمله خالص ان مفيش اصلا التردد، هيبقى ايه؟ عدد الاهتزازات الكامله على الزمن بالثانيه. يبقى هنا ايه؟ على نغير لكم اللون عشان يبان. يبقى هنا بتحط ايه؟ على. ولو قلنا التردد وقاعدين احنا الزمن بالثانيه بنغطيها بايدينا كده ونقول بتساوي ايه؟ هيبقى عدد الاهتزازات الكامله على مين؟ على التردد. طب انا لو عايزه اعدل الاهتزازات الكامله اداريها، هيبقى التردد في مين؟ في الزمن بالثانيه. التردد في الزمن بالايه؟ بالثانيه. ده قانون مهم جدا، لما يقول لك التردد بيساوي ايه؟ هيساوي عدد الاهتزازات الكامله على الزمن بالايه؟ بالثانيه. وقت قياس التردد اسمها الهرتز، اسمها الايه يا اولاد؟ اسمها الهرتز، اللي هو اختصارها بيكون اتش زد، اتش ايه زد.
التردد الاكسار بتاعه هرتز، فيه برضو مضاعفات للهرتز ومضاعفات للايه للهرتز، في حاجات اعلى منه واكتر منه. الكيلو هرتز يعني انا وانا عايزه اجيب التردد معايا انا اللي هو التردد بتاعي مثلا ب2 كيلو هرتز، وعايزه احوله لهرتز عشان احول هضرب ايه؟ هضرب من 10 في 10 اس كام؟ اس 3. لو انا معايا 3 ميجا هرتز وعايزه احولها لهرتز هقول 1 في 10 اس كام؟ اس 6. ولو انا معايا مثلا 2 جيجا هرتز هضرب في 10 اس كام؟ 9 عشان احولها لمين؟ لهرتز. تاني يا اولاد بيبقى مضاعفات الهرتز مهمه جدا، فيها 3 حاجات: كيلو هرتز، ميجا هرتز، الجيجا هرتز. الكيلو هرتز 1 في 10 أس 3 عشان أجيب الهرتز بتاعها. الميجا هرتز أنا معايا تردد بالميجا هرتز وعايز أحوله لهرتز هضرب في كام؟ في 10 أس 6. والجيجا هرتز لو أنا عايز أجيبها هضرب في 10 أس كام؟ 9. ممكن كمان يجي لك العكس، طب أنا لو معايا الهرتز وعايز أحوله هنا لكيلو هرتز هعمل إيه؟ المفروض أقسم. طب احنا لما نقسم وتبقى صعبة علينا نضرب، بس نضرب في ايه؟ بصوا كده معايا، نضرب في 10 أس سالب 3. 10 أس كام يا ولاد؟ سالب 3. الحاجات دي مهم. هنا كانت معايا الهرتز وعايزة احول لميجا، طب هضرب برضو، هتضرب في كام؟ في 10 أس كام؟ في 10 أس سالب 3 المقلوب بتاعها. 10 أس سالب 6. 10 أس سالب كام؟ 6. سالب 6. لو أنا عايزة الجيجا هرتز ها هضرب في 10 أس كام؟ 10 أس سالب 9. 10 أس سالب 9. تمام يا ولاد، عشان الحاجات دي بتبقى مهمة جدا في الإيه؟ في الشرح. لو جينا مثال وبعدين نحله مع بعضينا، يقول لك بندول بسيط بيصنع 500 اهتزازه كامله في زمن 10 ثواني، زمن 10 كام؟ 10 ثواني. في زمن 10 ثواني، ثواني عشان في لخبطه في ال في ال متحرك بس المؤشر. المفروض هنا عدد الاهتزازات كاملة وهنا ايه الزمن بالثانية عليه. هنا يا ولاد بندول بسيط بيصنع 50 اهتزازة كاملة في زمن 10 ثواني، دي سهلة جدا. وعايز التردد، احنا معانا القانون بتاعنا عبارة عن ايه؟ تردد عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالايه؟ بالثانية. انت عندك كام الاهتزازات الكاملة؟ قال لك 50 اهتزاز، 50 ايه؟ اهتزاز على الزمن بالثانية، اللي هو كام الزمن بالثانية؟ 10 ثواني. 10 ثواني. الجزء اللي ورانا هناخده دلوقتي هنتكلم فيه عن الزمن الدوري، الزمن الايه؟ الدوري. هناخد يا ولاد الزمن الايه؟ الزمن الدوري هو الزمن اللي بيكون لازم
الزمن اللازم لعمل الاهتزازة ايه؟ كاملة. وحدة قياسها بتكون الايه؟ الثانية. وحدة قياسها بتكون الثانية. بتاني الزمن الدوري هو الزمن اللازم لايه؟ لعمل اهتزازة كاملة ووحدة القياس بتاعتها اللي هي الايه؟ الثانية. طب القانون بتاعها ايه؟ لو ركزنا بس ورجعنا خطوة لورا وبصوا كده على القانون بتاع التردد، كان عبارة عن ايه؟ عدد الاهتزازات الكاملة، عدد كاملة على الزمن بالايه؟ بالثانية. طب كده تعالى نشوف عدد الزمن الدوري. العكس بقى، اللي هي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات الايه؟ الكاملة. الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات الكاملة. اختصار الزمن الدوري اللي هو زال، حرف الايه؟ الزال. وبرده فيه مثلث، تمام؟ لو قال لك انا عايز الزمن الدوري هيبقى ايه؟ الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات الايه؟ الكاملة. طب انا لو عايز عدد الاهتزازات الكاملة هتبقى ايه؟ الزمن بالثانية على الزمن الايه؟ الدوري. وانا لو عايز الزمن بالثانية هضرب الزمن الدوري في عدد الايه؟ الاهتزازات. تمام؟ دي بالنسبة للمثلث اللي بيكون بتاع الزمن الايه؟ الزمن الدوري. في ممكن يقول لك بعد كده الزمن الدوري الجسم مثلا 2 ثانية. ايه معناها؟ ان الزمن ده عشان يعمل عمل اهتزاز كاملة هيساوي كام؟ 2 ثانية. طبعا كانت الأسئلة بتاعت مازايوني كان ممكن وارد تجيبكم في ظل الفترة الأخيرة اللي هي موضوع الاختياري، فمش هيجي لك سؤال مازايوني، بس برضه لازم تكونوا عارفين كل حاجة. في عالم اسمه العالم الهولندي هيجنز، وده هو اللي عمل حاجة اسمها الساعة البندولية. الساعة الإيه؟ البندولية. عشان البندول بيتذبذب كده بتردد ثابت، في تذبذب كده بيبقى عامله بتردد بيكون ثابت مهما تغيرت ساعة الإيه؟ الاهتزاز، مهما تغير ساعة الاهتزاز. دي كده دي معلومة إسرائيلية كده ليكم من باب العلم بالشيء يعني. عايزين نعرف دلوقتي حاجة مهمة جدا، الزمن الدوري لو بصينا عليه اسمه الزمن بالثانية عدد الاهتزازات، والتردد عدد الاهتزازات على الزمن بالإيه؟ بالثانية. العلاقة علاقة إيه يا أولاد؟ العلاقة علاقة إيه؟ ها؟ علاقة عكسية. علاقة إيه؟ عكسية. يقول لك هنا الزمن الدوري بيزداد كلما إيه؟ قل تردده. تاني، الزمن الدوري بيزداد كلما إيه؟ قل تردده. يبقى هنقول علاقة، أيوه، أن الزمن الدوري يتناسب إيه؟ عكسيًا مع مين؟ مع التردد. أو أن التردد بيتناسب عكسيًا مع الزمن الإيه؟ الدوري. المهم في الآخر علاقة إيه؟ عكسية. المهم في الآخر علاقة عكسية ما بين التردد والزمن الإيه؟ الدوري. لو جبنا لك مسألة زي كده وقال لك بندول بسيط بيصنع 2400 اهتزازة في دقيقتين، أول حاجة نبص عليها دقيقتين، أنا جبت 6 دقايق، مفيش دقايق خالص اتكلمت فيها، يبقى لازم هتحول الدقيقة دي ودقيقتين لثواني. عايز بقى هو إيه؟ عايز التردد وعايز الزمن الدوري. أول حاجة هنعملها هنجيب الزمن بالإيه؟ بالثانية. الزمن بالثانية يتجاب إزاي الزمن بالثانية؟ ها، أول حاجة في الزمن بالثواني لما يكون معاك دقيقتين، مين أكتر؟ الدقيقة ولا الثانية؟ تمام، الدقيقة. يبقى نحول من الكبير للصغير، أقسم ولا أضرب؟ تمام، أضرب. عشان هحول من الكبير للصغير إيه؟ هضرب. يبقى هما كام دقيقة يا أولاد؟ كانوا دقيقتين، هضربهم في كام؟ في 60. يجي يطالب كده يقول لي يا أبله ليه 60؟ أقول لك هي الدقيقة فيها كام ثانية؟ 60، يعني 60 دي ثابتة؟ اه ثابتة، اللي هي ايه؟ 60 ثانية. نضرب 2 في 60 هيبقى 120 ثانية. أنا معايا كده عدد الاهتزازات اللي هي 2400، ومعايا الزمن اللي هو 120. لو جبت التردد هقسمهم ال 2400 على 120. محتاجة بقى إن أنا أقول الزمن الدوري 120 على 2400، ولا نقول إيه على طول؟ هنقول 1 على 20 اللي طلع من ايه؟ من التردد. وفيها سؤال دي يقول لك حاصل الضرب ما بين الزمن الدوري في التردد بيديك ايه؟ الزمن الدوري في التردد يديك ايه؟ 1، اللي هو الواحد الصحيح، اللي هو الواحد اللي شايفينه فوق ده، اللي هو الواحد ده. تاني يجي لك سؤال يقول لك العلاقه ما بين الزمن الدوري والتردد ايه؟ علاقه عكسيه. تمام، طب حاصل الضرب ما بين التردد والزمن الدوري ها يكون ايه؟ ايوه، بيساوي كام؟ 1. تمام يا اولاد، يساوي ايه؟ 1. كده لحد دلوقتي متفقين؟ تمام. طب لو انا عايز اجيب التردد اجيبه عادي، واجيب الزمن الدوري اقلبه، ولا نقول 1 على التردد على طول؟ واحنا كده بنغمض عينينا نقول 1 على الايه؟ على التردد. طب انا ومعايا الزمن الدوري
وعايزه اجيب التردد هقول واحد على الزمن الدوري، عشان دول علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. في سؤال تاني هنا بيقول لك اذا كان زمن ساعه اهتزاز، وراح لكم حتى ممكن بالرسمه زي بندول كده اهو، والبندول ده بيتحرك اهو كده، اتحرك قد ايه؟ اتحرك 1/10 ثانية. اه يبقى هنا من الحتة دي كده الزمن بتاع 1/10 ثانية. احنا المرة اللي فاتت الحصة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا في حاجة اسمها مقدار ساعة اهتزاز، مقدار ساعة الايه؟ الاهتزاز. هنا دلوقتي هنتكلم عن الزمن بتاع ساعة الاهتزاز، الزمن بتاع ساعة الايه؟ الاهتزاز. كل ما نقول مقدار ساعة الاهتزاز بنقول 4، بنضرب 4 في ساعة الاهتزاز. لكن المرة دي احنا عايزين ايه؟ الزمن بتاع الاهتزاز كاملة. هنجيبه ازاي؟ 4 برضو. حد يقول لي يا أبلة 4 دي ثابتة؟ أقول لك اه، مش احنا خدناها المرة اللي فاتت لما كنا بنقول رايح جاي رايح جاي، يبقى كده كام مرة؟ 4 مرات، يبقى كده اسمها اهتزاز ايه؟ اهتزازه كامله. انا بقى عايزه اجيب الزمن الدوري، هبدا انه المره دي هجيب الزمن الدوري عشان انا معايا الزمن، مش انا معايا الثانيه اهي، اجيب الزمن. يبقى الزمن الدوري بيساوي ايه؟ زمن اهتزازه كامله، زمن اهتزازه ايه؟ كامله. هنقول 4/10 اللي هو الزمن، هيدينا كام؟ 4/10 ايه؟ ثانيه. انا معايا كده الزمن الدوري، اقعد ادور انا بقى دلوقتي واقول فين عدد الاهتزازات، فين مش عارف ايه ولا حاجه. معاك الزمن الدوري هتقول على طول 1/، وتقلب على طول 1/ الزمن الدوري، يعني 1/4 هيديك 2.5 ايه؟ هرتز. يبقى فوق في المساله اللي فوق اتكلمنا عن التردد، جبناه الاول فقلبنا قلنا 1/ ايه؟ التردد. المره دي انا جبت الاول الزمن الدوري تمام، وجبت وهجيب دلوقتي بعد كده التردد، فالتردد يساوي ايه؟ مقلوبه، يبقى 1/ الزمن الايه؟ الدوري. تمام يا ولاد لحد دلوقتي؟ هناخد مع بعض دلوقتي مجموعه اسئله مع بعض كده عشان نغطي بيها الدرس كله، عشان نعتبر احنا خدناه على مرتين عشان خاطر ايه؟ نركز في القوانين اللي فيه. لو قال لك الحركه الدوريه اللي بيحدثها الجسم المهتز على جنبي موضع سكونه بحيث تتكرر حركته على فترات زمنيه متساويه، وممكن ما يجيلكش وتبقى مصطلح علمي، بس هو نفس الاسئله دي يبقى لك بصيره ايه؟ يجيب لك الاختياري بتاعها. تمام؟ طب ايه الحركه الدوريه؟ خدناها امبارح، اسمها الحركه الايه؟ ها؟ ايوه، الحركه الاهتزازيه. تمام؟ طب عايزين عدد الاهتزازات الكامله التي يحدثها الجسم المهتز في الثانيه الواحده. في الثانية الايه؟ الواحد. ها؟ على طول هيبقى مين؟ التردد. يبقى هنا الحركة الايه؟ الاهتزازية. نكتبها هنا كده، الحركة اسمها الحركة الايه؟ الاهتزازية. وعدد الترددات يبقى هنا اسمه ايه؟ التردد. طب بعد الجسم بعيدا عن موضع سكونه، ها، بعد الجسم المهتز عن موضع سكونه، يعني كان هنا اهو وتحرك بقى بعيد عن موضع سكونه، ها، يبقى اسمها ايه؟ ايوه برافو، ساعة الاهتزاز. ساعة الايه؟ الاهتزاز. الحلو في الموضوع ان الدرس الجاي ان شاء الله هتكون زيه بالظبط، يعني زي ما انت فهمت الاولاني ان شاء الله تبقى فاهم الايه؟ التاني بالقوانين وبحاجته، مش يعني الكلام مش هيتغير، اللي هو تردد، زمن الدوري، الحاجات دي كل دي موجوده معانا. اقصى ازاحه بيحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه، ها، يعتبر مشابه لبعضيه، ها، مشابه لبعضيه، هيبقى هي ساعه الايه؟ الاهتزاز. هي برضو ساعه الاهتزاز. ابسط صوره للحركه الاهتزازيه خدناها المره اللي فاتت، ها، أبسط صور للحركة الاهتزازية اسمها الحركة الإيه يا ولاد؟ أيوه تمام، أيوه توافقية، التوافقية الإيه؟ البسيطة، التوافقية البسيطة. وحدة قياس ساعة الاهتزاز والإزاحة هتكون إيه؟ ها؟ نستخدمها من شوية، كنا مرفت في الواجب اللي هي المتر. طب إيه اللحظة اللي بتساوى عندها
ازاحه البندول المهتز مع ساحه اهتزازته، بتساوي الاتنين مع بعض، هي لحظه اسمها لحظه الايه؟ السكون. لحظه الايه يا اولاد؟ السكون. حركه دوريه يصنعها الجسم المهتز عندما يمر بنقطه معينه مرتين متتاليتين. ها مين خدها النهارده برضو في الواجب؟ اسمها الاهتزازه الكامله. الاهتزازه الايه؟ الكامله. الكامله. حاصل ضرب التردد والزمن الدوري، لسه قايلها لكم. ها حاصل ضرب التردد والزمن الدوري بنضربهم في بعض يدونا ايه؟ ها ايوه ها تردد في الزمن الدوري هيدينا واحد صحيح، واحد الايه؟ الصحيح. طب الحركة بتاعت النحلة تتحرك بحركة ايه؟ فاكرين النحلة بتاعت امبارح؟ ها بتاعت الحصة اللي فاتت، النحلة حركة ايه الحركة بتاعتها؟ هي اهتزازية، اهتزازية نوعها ايه؟ ايوه حركة دائرية، حركة إيه؟ دائرية. تزداد سرعة البندول المهتز كلما إيه من موضع الاتزان؟ سرعة البندول تزداد إمتى؟ كلما ابتعدنا طيب ولا اقتربنا؟ سهلتها لكم. ها سهلتها لكم. ابتعدنا ولا اقتربنا؟ تمام، كلما اقتربنا. كلما ايه؟ اقتربنا. تنتقل الأجسام من نقطة لأخرى في نوع من الحركة يسمى الحركة من نقطة إلى أخرى، يعني نقطة بداية نقطة نهاية اسمها الحركة الايه؟ الانتقالية. الحركة الايه؟ الانتقالية. انتقالية. التردد هو عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في ها في الدقيقة؟ لا، في الايه؟ في الثانية الواحدة. في الثانية الايه؟ الواحدة. ثانية ثانية الثانية الواحدة. المعكوس الضربي اهو، المعكوس الضربي للزمن الدوري اللي هو مين؟ المعكوس الضربي يبقى هو مين؟ التردد. طب المعكوس الضربي للتردد اللي هو مين؟ الزمن الدوري، اسمه معكوس الايه؟ الضربي. مسافة الاهتزاز الكاملة بتساوي كام من ساعة الاهتزاز؟ نضربها في كام؟ ها اهتزازة كاملة يبقى ايه الاهتزاز الكاملة؟ بنضربها في كام؟ رقم ثابت كده على طول بنحط رقم كام؟ ايوه برافو عليك، رقم كام؟ أربعة. طب الجسم اللي بيصنع 600 اهتزازة خلال دقيقة، ايه ده؟ دقيقة بتعمل بالايه؟ ثواني. هعملها في ايه؟ منها ايه على طول مغمضين كده؟ هنقول واحد اللي هي الدقيقة في 60. ليه 60؟ عشان عدد الثواني اللي هي الثواني بتاعت كام، الدقيقة فيها كام ثانية؟ فيها 60، هيساوي 60 ايه؟ 60 ثانية. 60 ايه؟ ثانية. كده لسه ما حليتش، انا بس بحول الايه؟ الزمن. تمام، انا معايا عدد الاهتزازات الكاملة ومعايا الزمن، سهلة ولا صعبة؟ وعايزة اجيب التردد، هقول ايه على ايه؟ ها ايوه برافو عليكم، 60 600 سوري على 60، 600 على كام؟ على 60 هيدينا كام؟ 10. 10 ايه؟ هرتز. 10 هرتز. بينما الزمن الدوري هيساوي كام؟ ها على طول احنا مغمضين، هتبقى 1/10. 1/10 على 10 هيدينا كام؟ 1/10 ثانية. 1/10 ايه؟ ثانية، اللي هي 1/10. كام؟ 1/10. احسب تردد بندول يحدث ساعة اهتزاز واحدة كل 1/10 ثانية. عايز التردد بتاع بندول بيحدث ساعة اهتزاز واحدة كل 1/10 ثانية. ها نجيبها ازاي؟
تردد، عايز تردد بس هو. ها معاك انت الزمن اللي هيكون لسه اخدينه من شوية، ومعاك ساعة الاهتزازة. ايوه نجيبها ازاي؟ يبقى اجيب الاول مين؟ الزمن الدوري. اجيب الاول الزمن الايه؟ الدوري. اجيب الاول الزمن الدوري واضرب ايه في ايه؟ يلا ها بسهلها لكم. هتبقى ايه؟ 4 في 1 من 10. ليه 4؟ عشان احنا عارفين ان عدد الزيادة الكاملة فيها كام ساعة اهتزازة؟ فيها 4. فبنضرب 4 في 1 من 10 يدينا كام؟ 4 من 10 ثانية. احنا كده جبنا مين؟ الزمن الدوري. هو انا عايز الزمن الدوري ولا عايز التردد؟ انا عايز التردد. يبقى هقول على طول 1 على 4 من ايه؟ من 10. 1 على كام؟ على 4 من 10. نشوف هيدينا كام. اتنين ونص متر؟ لا، 2.5 ايه؟ هرتز. تمام، برافو عليكم. دي برضو من ضمن الحاجات. طب احسب الزمن الدوري والتردد لمصدر يصنع 300 اهتزازة خلال دقيقة واحدة. ايوه دقيقة واحدة. يبقى اول حاجة فكر فيها مين؟ الزمن بالايه؟ ها الزمن بالثانية. هيبقى ايه؟ دقيقة. يبقى 1 في كام؟ ما استخدمها في 60. ادينا 60 ايه؟ 60 ثانية. تمام، جبنا الزمن الدوري الاول، جبنا التردد الاول، مش هتفرق يعني عادي. وجبنا مثلا الزمن الدوري الاول والتاني، بنعمل المقلوب بتاعه على طول. يبقى اجي مثلا اجيب الزمن الدوري وهنعكسه، هيساوي 60 على 3000. هيساوي كام؟ اتنين من مية ثانية. مية ايه؟ ثانية. وتقول ما جبت الثمن الدوري، يبقى التردد هيبقى سهل خالص. هعمل على طول 1 على، يبقى التردد ايه؟ 1 على. 1 على كام؟ على اللي طالع من الزمن الدوري. 1 على الزمن الدوري يعني 1 على 2 من 100 هتساوي كام هرتز؟ واحد على 2 من 100 50 هرتز. 50 ايه يا ولاد؟ 50 هرتز. تمام، يبقى اي مسألة بأي طريقة هتحلها تطلع لك بنواتج بنفس الطريقة اللي احنا ايه جبناها دي. يعني جاب لك الزمن الدوري، جاب لك التردد بنفس الطريقة، ان شاء الله مش هتبقى الامور ايه صعبة معاك. في بعد كده هنا لو قال لك احسب التردد بالهرتز والزمن الدوري لجسم مهتز تردده، التردد ب1 جيجا هرتز، فاكرين اللي خدناه في المضاعفات، والتاني 1 ميجا هرتز. انا عايزه احول من الجيجا هرتز واوديها للهرتز، من الجيجا للهرتز. هنضرب في كام؟ نضرب في ايه؟ قلنا التردد، ها هحوله، لازم احول في الاول. هيساوي كام؟ 1 في 10 أس كام؟ سالب ولا 9 على طول؟ ها على طول تبقى بكام؟ بالتسعة. 10 أس إيه؟ أس 9 هرتز. 10 أس 9 إيه؟ هرتز. طب 1 ميجا هرتز هتبقى التردد بتاعها 1 في كام؟ 1 في 10 أس 6. 1 في 10 أس كام؟ أس 6 هرتز.
طبعا جبناهم، يبقى طول الزمن الدوري المقلوب بتاعهم. هنقول الزمن الدوري، الزمن الدوري كام؟ واحد على اهو، واحد على اللي هي 10 اس كام؟ اس 9، اللي تطلع لك ايه 10 اس سالب 9 في الاخر بنقول ايه ثانيه. الفكره فيها دي ان احنا عايزين نشوف موضوع التحويل بتاع مضاعفات الهرتز. لما يكون جيجا نضرب في موجب 10 اس 9، والميجا بنضرب في 10 اس ايه اس 6. الواجب بتاعكم تاخدوه كده برنت سكرين، صوروه بالموبايل. جاي بالك انا موجه زي كده، وبيقول لك انا عايزه من الشكل المقابل التردد بتاع الجسم، وعايزه منه الزمن الدوري. ونركز في حاجه اهو هغششها لكم عشان في الواجب بس. لو قلت لك مثلا هنا الثانيه، خدت بالكم بالثانيه، يعني الارقام دي بالثواني، يعني احنا اخر رقم كام؟ يلا عشان تعرفوها، ولازم تطلع لي من الرسمه دي كام اهتزازه. لو عرفت كام اهتزازه ومعاك الزمن، خلاص كده انت عرفت الايه التردد مقلوبه، هيديك الزمن الايه الدوري. شوفوا انتوا ايه، حلوها مع بعضيكم وخدوا برنت سكرين كده ليها عشان خاطر تحلها في الواجب. ما رضيتش اطول عليكم في الواجب، قلت عشان خاطر ايه الاسئله اللي فاتت دي كلها انت هتراجعها ايه تاني، ويبقى ده التطبيق المباشر بتاعك. تمام يا ولاد، انا كده خلصت النهارده، نلتقي ان شاء الله الحصه القادمه باذن الله تعالى. وقبل ما هختم انا هعمل بس الـ هشوف الـ هشوف الـ هشوف الاسئله مع بعض بيطلبوا معانا اهو. ثواني كده نشوف الأسئلة معاكم. علاقة عكسية، تمام. وسلمى برافو بتجاوب معانا على طول، سلمى ممتازة. وبسملة طار، محمد طارق، بسملة، تمام. كلكم جاوبين صح يا ولاد، بالتوفيق ليكم. تمام محمد برافو، وسلمى مجاوبين ايه الأسئلة بتاعتكم. في طالب بيقول مش فاهم التردد، التردد عبارة عن عدد الاهتزاز الكاملة على الزمن بالثانية، يعني كام اهتزازة قطعها الجسم المهتز على الثانية في الثانية الواحدة. يعني مثلا بندول بحركه أنا مثلا بزي الساعة، بيروح وبيجي كام اهتزازة؟ ورايح جاي رايح جاي، يعني يمين وشمال 4 مرات، دي كده اهتزاز. نعمل تاني هيكررها تاني على طول، يبقى رايح جاي رايح جاي، يبقى كده عمل الاهتزاز التانية، وهكذا. في كام ثانية؟ يكون معك ساعة مثلا، في كام ثانية؟ هو ده اللي يقصد بيه الإيه؟ يقصد بيه التردد. قانون التردد اللي هو عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية، عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالإيه؟ بالثانية. المقلوب بتاعه اللي هو مين؟ الزمن الدوري، اللي هو الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات الكاملة، على عدد الاهتزازات الإيه؟ الكاملة. تمام يا ولاد؟ أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله تعالى الحصة اللي جاية مع بعض، نحل مع بعض الواجب، وكده نشوف إن شاء الله على خير، نلتقي بإذن الله في المحاضرة الجاية. شكرا لكم.